السلام عليكم. أهلا وسهلا بجميع متتبعي القناة، ومرحبا بكم معايا اليوم في وصفة جديدة. إذا اليوم غادي نحضر واحد الكاطو بالحامض، وخاصة غنصيبو بالحامض اللي خضر. إذا نبداو على بركة الله. بسم الله. فيما يخص العناصر اللي غادي نحتاجوها، كتبان عناصر كثيره، ولكن هاد العناصر كلها موجوده، يعني كتكون عندنا دائما موجوده في البيت. كان زيت المائده 70 غرام، 260 غرام ديال الدقيق، 300 غرام ديال السكر، جوج حتى ثلاثة ديال الحامضات، غنحتاجو لوزاست يعني القشرة ديالها، كذلك العصير. إذا هما هنايا راني حكيتهم. إذا فيما يخص العصير، ملي تنعصرو تقريبا كتجينا داك 80 غرام. عندي هنايا مازينة 70 غرام، عندي ثلاثة البيضات، الحليب 170 غرام، هنايا كيس ديال خمارة الحلوى، وهنايا عندي سكر كلاصي. هذا غنديرو للتزيين 30 غرام تقريبا صافي. وانا غادي نزيد في هاد الوصفة، هذا اختياري، غندير شويه ديال الزبيب، مواد او الفواكه الجافه كلها مزيانه، فينما جاتني الفرصه كندخل هاد الفواكه الجافه في الكيك ولا في الحلويات بصفه عامه. اذا نبداو على بركه الله. اذا اول شيء غادي ناخذ السكر نديرو في لوبول، ما عندوش غيدير الخلاط الكهربائي، كان هاد التيرموميكس كنكون عبرت به هاد العناصر كلها، لان فيه ميزان، كذلك كنكون عبرت به هاد العناصر كلها مسبقا. اذا قلت دير السكر هنايا، غادي نزيد له القشره ديال هادوك جوج ولا ثلاثه الحامضات، الا كانوا صغار غنديروا ثلاثه، ولا كانوا كبار غنديروا جوج. كنضيفهم هكا على داك السكر، كان هاد السكر والقشره ديال الحامض والزيست غادي ندير لهم بروغرام باش غادي نسحقهم مزيان. اذا هنايا ندير 10 ديال ثواني، وغندير فيتاس 10. اذا ها هما سحقوا مزيان، خلطو في نفس الوقت كيتسحقو. إذا كما قلت كيمكننا نطحنو هاد جوج العناصر في أي خلاط كهربائي. دابا غنزيد الدقيق في هاد الخليط، غادي نزيد مازينة، كذلك الزيت، زيت المائدة عادي، عصير جوج حامضات تقريبا 80 غرام،
غادي نزيد البيض كمية الحليب اللي عندي خميرة ديال الحلوى كيس وغادي نحاول نخلط هاد العناصر بكاملها. إذا غادي ندير لاتين ثانية وفيتاس 5 باش نخلط هاد العناصر كاملة. صافي هاد العناصر غتكون تخلطات صافي. هذا هو الخليط اللي كنحصل عليه ديال العجين الكاطو الحامض. غادي نكبو في المول ديالو. لان هذا هو المول دهنتو بشويه الزيت. غادي نصب فيه شويه ديال الخليط هكا شوية الخليط. غادي ندير الزبيب هكا ودابا غنضيف باقي كمية الخليط اللي بقات الفوق يعني هذا هو العجين ديالنا هنا. واللي عنده شي شكل اخر ديال المول كيمكن له يديروا فيه. غندخلو الفرن حرارة 180 درجة 180 ما بين 35 دقيقة حتى قلت ما بين 35 دقيقة حتى 45 دقيقة. ولا تبيننا بأن الكاطو طاب قبل هاد الوقت كنطفيو ونخليوه واحد المده في الفرن حتى كيبرد عاد كنخرجوه عاد كنحيدوه من الطاوه ديالو اللمول. اذن هذا هو الكيك ديالنا ملي طاب هكا كيجي هكا صافي. وكنديرو فوقو منو داك سكر كلاصيل وكنقدمو بطبيعة الحال مع شاي او حليب يعني في فطور او في كوتيل عشية صافي. وهاد الكيك كيجي لذيذ بزاف بزاف مع هاد الحامض خاصة الحامض اللي كيكون خضر تيكون عنده واحد المذاق رائع خاصة إلا كان طبيعي بطبيعة الحال صافي. إذن وكما قلت أنا راه درت فيه الزبيب اللي ما بغاش يدير فيه يعني وليداتو ما تكيبغيوش الزبيب إذن ما يديروش فيه.
هذه هي النهايه ديال الوصفه اليوم. و الى وصفه مقبله باذن الله، ودمتم في حفظ الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.